السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ثاني جلساتنا لليوم من الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض ريستاكس العقاري بعنوان القطاع العقاري السكني، والذي يهدف لإعطاء الرؤية والصورة العامة لقطاع العقار في المملكة حالياً ومستقبلاً. أرحب بضيوفي، أولاً أستاذ نادر بن حسن العمري عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض. أرحب بضيفي الثاني أستاذ رياض بن أحمد الثقفي عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض. أبدأ أولى أسئلتي إليك أستاذ نادر، ما هي العوامل في رأيك المؤثرة على عرض وطلب العقار اليوم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتقد من وجهة نظري اليوم العوامل المؤثرة، لا شك النمو السكاني عامل كبير جدا ومهم، النمو الاقتصادي، خلق الوظائف، معدلات خلق الوظائف، أعتقد كذلك وفرة التمويل العقاري، معدلات الفائدة، البيئة التشريعية ومرونتها، أعتقد كذلك عندنا موضوع ثقة المستثمرين في هذه، كلها عوامل تؤثر على الطلب والعرض إيجابا وسلبا. جميل، هذه وجهة نظري. أنتقل إليك أستاذ رياض، هل نحن اليوم في ظل ارتفاع الأسعار نعتبر في فقاعة عقارية؟ وفي رأيك ما هو الحل لها؟ أنا ما أعتقد أن احنا عندنا ارتفاع في الأسعار، ولا أعتقد أن في فقاعة عقارية، في عرض وطلب، في تضخم موجود في العالم كله. جميل. الرياض، لا تقيس الرياض بمدينة أخرى في المملكة، الآن الرياض 8 مليون، مطلوب فيها أنها تكون 14 مليون. في زيادة مفروض تكون في معروض الأراضي الموجود. الحكومة الآن هي جزء من الحل عن طريق بعض الشركات الحكومية، لكن أعتقد إذا قارنا أسعار العقار في المملكة عامة حتى في الرياض خاصة مع العقارات في الدول المحيطة كاملة، ما زلنا أقل منهم وما زال سعرنا أقل، وهذا طبعا بسبب الدعم الحكومي نوعا ما. ما زال التمويل العقاري عندنا اقل، فتكلفه اقتناء المنزل بالنسبه للمواطن في السعوديه اقل منها في اي دوله موجوده في الخليج او في الشرق الاوسط. اعتقد انه الجميع ينظر للاسعار، يريدها هي نفس الاسعار الموجوده في الثمانينات او في التسعينات، واحنا الان في 2020. كل حاجه ارتفعت، ومعها ارتفعت مدخلات البناء وارتفعت التكاليف وارتفعت متطلبات الأنظمة والتشريعات. جميل. فهذه كلها أثرت على سعر الوحدة العقارية. المطور العقاري في النهاية هو يتمنى أنه يقدر يبيع بأقل من كذا، لأنه يقدر يبيع أكثر، لكن في النهاية إحنا عندنا مدخلات وتكاليف، فما نقدر نبيع بخسارة. أكيد. فهذه هي المشكلة الآن. طبعا هذه بعض الأشياء اللي كانت خاطئة قبل 5 سنوات، لما كانوا قالوا العقار راح ينزل، وخلت في نوع من التخوف من الدخول من المستثمرين في القطاع هذا، ادى الى العجز اللي موجود الان في القطاع السكني في الوقت الحالي. طيب، ذكرت الرياض بشكل خاص، نتكلم مع كل التطور اللي قاعد يصير خصوصا لمدينه الرياض، ايش وضع الطلب على العقار في منطقه الرياض؟ الطلب طبعا توجه الدولة في الوقت الحالي، صحيح، أنه رفع عدد سكان الرياض إلى 14 مليون. ديموغرافية الرياض راح تتغير كمان، يعني الآن الطلب على الوحدات الكبيرة راح يكون أقل من الطلب على الوحدات الصغيرة. العائلة السعودية الموجودة في الرياض راح تختلف عن العائلة الموجودة في أي مكان آخر. الاثنين عاملين، الكبل كلهم اثنين، واحد زوج وزوجته عاملين، فهذول كلهم لهم متطلبات مختلفة. أعتقد التطوير في الرياض راح يختلف عنه في باقي مناطق المملكة، واحد لجودة الحياة المطلوبة مختلفة، بالإضافة إلى تقريبا مساحة الوحدة كمان راح تكون أقل من مساحات الوحدات موجودة برا لزيادة السعر بسبب ارتفاع الأسعار الأراضي في الرياض، بناء على الجودة الطلب، بناء جودة أيضا. عدد العائلة، عدد الأسرة في الرياض راح تكون محدود، يعني ما يكون عندنا الأسرة اللي هي 6 أفراد و7 أفراد في الرياض، هتكون موجودة لكن قليل. أنتقل لأستاذ نادر، أشكرك أستاذ رياض، أنتقل لأستاذ نادر بسؤالي التالي، ما هي العوامل المؤثرة في رأيك على قيمة العقار اليوم؟
والله من وجهة نظري أعتقد أن أول عامل يمكن يقول أهم عامل هو الموقع، موقع العقار لا شك أنه جدا مهم في تحديد قيمة العقار. حجم العقار يؤثر، نتكلم عن المرافق الحي الموجودة، نتكلم عن السمعة، سمعة الحي كذلك تؤثر على قيمة العقار. اليوم نتكلم عن بعض الأحيان الارتباط العاطفي ببعض العقارات يؤثر في قيمتها كذلك. لا شك أن العرض والطلب في المنطقة نفسها، وفرة العقارات من عدمها كذلك تؤثر، وجود تمويلات أو لا، معدلات الفائدة، تكلفة الإيجار تؤثر على سعر العقار. فبشكل عام يمكن هذه أبرز العوامل اللي يعتقد أنها تؤثر على قيمة العقار. جميل. إذا بننتقل لمحور آخر ألا وهو التمويل العقاري، إذا تكلمنا عن أموال أستاذ نادر، إذا تكلمنا لأنه محور ودي أبدأ فيه معك بعدين أنتقل أستاذ رياض فيما يخص التمويل العقاري، إذا تكلمنا عن أنواع التمويل العقاري والأكثرها مناسبة، كيفية اختيار التمويل المناسب؟ طيب بالنسبة للتمويلات العقارية اليوم في صيغ كثيرة، في أنواع كثيرة تصل يمكن إلى 10 أنواع، لكن إذا بحصرها عن التمويل العقاري الخاص بالفرد أو بالمستهلك النهائي فهي 2 إلى 3 أنواع اللي جرت العادة عليها في المملكة. والأول هو مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، والإيجار المنتهي والثاني هو المرابحة. الفرق بين الاثنين بشكل كبير أن واحد فيهم الفائدة، أو في الإيجار المنتهي بالتمليك نسبة الفائدة متغيرة، لأنه هو العقد كأن كل سنتين أنت في عقد إيجار، فممكن يتغير عادة صعودا أو نزولا، في الأغلب هو صعودا يعني. المرابحة لا، هو عقد ثابت لمدة ثابتة بفائدة معلومة. عادة الفرق بين المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، في المرابحة تلاقي البنك يأخذ تحوط ويبدأ بنسبة عالية مرتفعة أصلا على في عقد التمويل، بينما الإيجار لا، حسب ظروف السوق وحسب الأسعار السائدة اليوم. هذه بشكل عام الصيغتين المتعارف عليها في السوق المحلي. تمام، أشكرك. شكرا. أنتقل للأستاذ رياض بسؤال عن تأثير التمويل العقاري على قطاع الأسكان. طبعا يمكن ذكر الأخ نادر أنه التأثير كان قوي، رفع في مستوى الطلب على الوحدات. يعني أحد مبادرات وزارة الإسكان الجميلة كانت أن هي تحفيز الطلب عن طريق توفير التمويل العقاري. الآن كان عندنا ويتنج ليست في حدود 500,000 صندوق التنمية العقاري، الآن زيرو حولوها. التعامل معها بطريقة بروفيشنال عن طريق تحويل التمويل للبنك، وهم تحمل تكلفة التمويل. تعاملوا مع البنوك بطريقة خلت تكلفة التمويل تقل، تقريبا تكلفة التمويل في الوقت الحالي أقل بالنصف من قبل 4 سنوات. كل هذا مجهودات بأمانة من وزارة الإسكان ومؤسسة قاموا فيها، خلت تكلفة التمويل تنزل على المواطن. وكمان أغلب البنوك الآن صارت تقدم صيغة التكلفة الثابتة لمدة 15 و20 سنة بعمولات، يعني تكون أنا أعتبر إحنا نكون المنافسين موجودين في الشرق الأوسط أقل تكلفة تمويل عقاري موجودة، ويمكن نكون من الأقل في العالم بسبب جميع برامج الدعم المقدمة من الدولة وصندوق التنمية العقاري. هذا من غير الدعم، دخلنا الدعم كمان، الدعم بينزلها أقل. إحنا بنتكلم على التكلفة من البنوك. يس. طيب إذا نتكلم عن كيف تأثير برنامج جودة الحياة على رفع أسعار المنتجات السكنية في المملكة حاليا ومدى أهميته، هل هذا السبب الحقيقي في رفع الأسعار؟ لا، ما هو السبب؟ هو الطلب الزائد، والفترة الماضية للمستثمرين كانوا متخوفين من الدخول في القطاع العقاري أو قطاع الإسكان بصفة عامة، لكن جودة الحياة الآن صارت مطلب. أكيد. وعلى فكرة جودة الحياة يمكن تأثر إيجابيا وليس سلبيا، يمكن ما ترفع التكلفة،
المواطن بدل ما يقعد في بيت 400 متر ممكن يحتاج بيت 200 متر، لكن خدمات أخرى متوفرة موجودة، فراح تقل التكلفة عليه. الآن هو أعتقد الكرة في ملعب المطور العقاري، أنه يكون عنده منتجات مختلفة تلبي الطلبات الجديدة. إحنا الآن المطور أكشلي لازم ينظر للتطوير العقاري، أنه قاعد يطور للناس بعد 3-4 سنوات. أغلب الجيل الجديد هو جيل جاي أنه متعلم برا أو شاف حاجات برا، صحيح، فيبغى منتج مختلف، ما يبغى البيت 500 متر. المرأة الآن هي وزوجها عاملين، يعني أجور الخادمة صارت غالية، أكيد، فما راح يحتاج أنه يقول والله أنا أبغى بيت فعلا أحتاجه لي أنا وأولادي، لكن أحتاج خدمات أخرى في الحي. فالآن المطور بدأ يلعب الدور هذا، بدأنا نشوف منتجات عقارية فيها جودة حياة، بدأ المطور يكون يبتكر في الخدمات هذه، وهذا اللي راح تكون أعتقد الحصان الرابح في الفترة القادمة. التطوير التقليدي أعتقد راح ينتهي أو راح يكون صاحبه خسران. جميل، نعود إليك أستاذ نادر بسؤال عن البورصة العقارية. هل في رأيك إطلاق البورصة العقارية سيؤثر معذرة على العقار، أسعار العقار بالسلب أو الإيجاب؟ والله البورصة العقارية لو رجعنا لأصلها هي سوق، فهي سوق لتواجد السلعة للبيع والعرض والبيع والشراء، وبالتالي وجود السوق لا أعتقد أنه يؤثر إيجابا أو سلبا، إنما يساعد في ضبط، خلينا نقول، الأسعار ورفع مستوى الشفافية في السوق. فهذا وجهة نظري فيها. أشكرك. أنتقل بسؤالي الأخير للأستاذ رياض عن، حدثنا عن الشراكات الحكومية وتأثيرها على نوعية العرض والطلب في مجال العقار. إذا تقرب المايك بعد إذنك أكون شاكرة. شكرا. الآن الشركات الحكومية على طريقين، الشركة الوطنية للإسكان وزارة الإسكان بدأت في شراكات مع المطورين لتطوير وحدات سكنية للمواطنين، وعن طريق تحفيز العمل معهم أعطاهم مميزات، بعض الأحيان قروض لتخفيض تكلفة المنتج. في نفس الوقت في شركة حكومية الآن أطلقت، شركة روشن، نتوقع منها الكثير، نتوقع منها أنها راح ترفع معايير التطوير في المملكة إن شاء الله. نتوقع منها أنها راح تكون عندها برامج مشاركة مع المطورين العقاريين. روشن هي ما هي شركة لبناء منازل، هي بناء أحياء، فراح يكون في أكيد تعاون مشترك بينها وبين المطورين العقاريين اللي موجودين، وراح يكون أعتقد راح تشكل نقلة نوعية في التطوير العقاري في الفترة اللاحقة. جميل، ضيوفي الكرام للجلسة الحوارية الثانية، أشكركم لوقتكم، وأدعو أستاذ محمد المرشد نائب رئيس مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية لفقرة التكريم، تفضلوا. نبدأ بالتكريم للأستاذ نادر بن حسن العمري، عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض. بالتكريم الثاني لضيف الثاني أستاذ رياض بن أحمد الثقفي، عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض. مسوي لي أكثر من تكريم اليوم. أشكرك، يشرفني والله، الله يسعدك.